الله والسلام عليكم متتبعاتي الغاليات. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي رائع جدا، كيك المحلبات او كيك زمر بالمغرف او المعلقه بدون طراب لا كهربائي ولا يدوي. غادي نعطيكم مقادير جد مضبوطه جدا بالكاس ديال العنبه. واخا حطيتهم البنات انا في هذا الزيف ولكن راه العبار بالكاس ديال العنبه. عندي كاس ديال اللبن، كاس ديال سكر السنيده اللي هو سكر حبيبات، وعندي ثلاثه ديال البيضات اللي هما كبار يمكن لكم تستعملوا الا عندكم صغار استعملوا اربعه، وعندي كاس ديال الزيت كاس قل اربع بالعبار ديال العنبه، جوج خمارات قبيصه ديال الملحه، جوج معالق ديال المربى اللي هو الكونفيتور، وعندي واحد الحامضه او ليمونه وواحد المعلقه ديال الخل. هادو هما المقادير البنات غادي نخدموا بهادي. غنقول لكم السر ديال اي حاجه، اللبن ما عندكمش البنات اللبن استعملوا الحليب، ولكن الا عندكم اللبن استعملوا احسن، كيزيد يخليها يعني كتنفخ، كيزيد يعطيها واحد الماده البنات اللي كتزيد تخمرها اللي كتزيد تخليها تنفخ يعني كيتفاعل مع الخميره وما كيجيش نهائيا المذاق ديالو. ما تخافوش البنات غيقولوا غيجي المذاق ديالو حامض او كيكه، نهائيا كيجي مذاق كيتواتى مذاق اللبن مع مذاق الحامض او الليمون، كيجي واحد المذاق رائع يعني البنات كيجي زوينه وهي كطيب في الفران وانتم كتستمتعوا بديك الرائحه الصراحه اللي زوينه ديالها. هنا خديت واحد البول او خذوا اي حاجه عندكم، المهم هو انني خدمت لكم هذا الكيك بالمعلقه، خصوصا البنات اللي ما عندهم لا طراب لا يدوي لا كهربائي. وعلاش لا، خاصنا نعرفوا بان الكيك باقا كتصدق لنا واخا غير بالفرشيط، باش نتفكروا ايام زمان اللي كنا كنديو ديك الكيك للفران وكتخرج حمراء ومقربله، وكنا صراحه كنتمتعوا باننا كناكلوها ماشي بحال دابا يعني خرجوا بزاف ديال المعدات. واخا الحمد لله والشكر لله اننا زدنا القدام، ولكن راه كاين مازال البنات اللي مازال ما عندوش مسكين حتى معلقه في دارو. يلاه بادي علاش لا ما نقولوش له انه كاينه واحد الكيكه اللي كتخدم بلا لا طراب يدوي لا كهربائي غير معلقه عندك في الدار، من الاحسن اللي كانت خشبيه لانها كتكون صحيه، لا ما كتشمتوا فرص تستعملوا اي معلقه في الدار. صراحه البنات السر الثاني هو ديال جوج معالق ديال الكونفيتور، كيزيد يعطيها التعليكه، كيزيد يخليها كتحمر بحال كيف ما شفتوا في الصوره ملي غنخرجوا من الفران تكون حمراء نيت حمراء قاتنا. وعندي واحد الكاس بالعبار ديال العنبه، دائما عبرت لكم بالعبار ديال العنبه ديال الماء. الماء الا كان دافي من الاحسن، ما كان دافي ولكن البنات ماشي دافي طيب بل غير دافي غير شويه كديروا فيه يديكم وعادي دافي، ما كان من الاحسن حتى هو كيساعد يعني غيخلي لنا اللبن ديالنا غيسخن وغادي يتفاعل لنا مع الخميره. هو هذا الماء اللي درته مع التحريك اكيد كنحرك. وبالنسبه للنكهات يعني نكهو بالفانيلا نكهو بالبرتقال، كيبقى لكم نتوما الاختيار. انا نكهت بالحامض لانه كيتواتى بزاف مع اللبن، كيف ما غنقول لكم البنات اللي ما عندهاش اللبن يمكن ليها تستعمل يعني اللي ما عندهاش اللبن يمكن لها تستعمل الحليب، ولكن الا عندكم اللبن غير استعملوه وتفكروني صراحه كيجي المذاق ديالو رائع، ما كتبانش نهائيا الحموضه خصوصا يعني كيتواتى مع الحامض لانه هو صراحه كيجي واحد المذاق رائع. بلا ما غادي نشكروا لكم غير جربوه اكيد غادي شكروني عليه. هنا البنات غادي ناخذ واحد الحكاكه اللي كتكون صغيره اللي غادي نحك بها دوك القشور ديال الليمون. المهم البنات خاصني ضروري نحك واحد الكميه اللي ما شاء الله، ولكن ما غاديش نوصل نهائيا، ما غاديش نوصل داك الجلفه اللي كتكون بيضه هكذا باش ما تلقش لينا المروره يعني ما تلقش لنا المروره في الكيك. هذا مكان بالنسبه للدقيق كنحتاج تقريبا ثلاثه الكؤوس بالعبار ديال العلبه. استعملت انا جوج ديال الزليف، هذوك جوج ديال الزليف يعني عامرين بزاف، تقريبا كيهزوا كل وحده كتهز كأس ونص يعني كأس ونص وكأس ونص، هي ثلاثة ديال الكيسان ديال العنبة. استعملوا البنات جوج وخلطوا بشوية 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 حتى تشوفوا القوام، غادي نوريه لكم إن شاء الله. ومن بعد لخاصكم زيدوا الدقيق ماشي مشكل. بالنسبه للخميره عندي تقريبا انا جوج معالق ديال القهوه لان عندي غير ديال العبار، يمكن لكم تستعملوا جوج ديال الخمارات اللي هما فيهم 16 غرام في الاكياس بجوج، بحال هكا الناس يعني اللي في برا راه كاين عندهم غير كيس واحد واقيلا فيه شي 15 غرام او 16 غرام استعملوا صافي. هنا غادي ندير هذاك يعني الكوفيتير. هذا مكان البنات، والخل حتى هو كيعطي واحد الهشاشه، دائما انا كنستعمل الخل الابيض، استعملوه لا في المعجنه ديالكم لا في الكيك، كيعطي واحد الهشاشه، كيحيد الزفوريه ديال البيض، كيخلي لنا الكيك ديالنا كتبقى فتيه واخا تبقى يومين او 3 ايام، واخا نحتفظوا عليها يعني في الكونجيناتور كتبقى فتيه، كتبقى يعني رطبه بديك المعلقه ديال الخل كتعقمها بخصوص البنات يعني اللي كيصاوبوا الاكلات وكيخبوهم في الفريغو واخا تعجنوا غير الخبز ديال الدار، حاولوا انكم ديروا فيه شويه ديال الخل. انا سمعتها عند الدكاتره لانه كيعقموا الخل الابيض، انا قلت البنات الخل الابيض. هنا غادي ندير الدقيق، اكيد غادي نغربلو الدقيق الخميره، راني مغربلها قبل لان البنات صراحه كل مغرب لنا دقيق مره او جوج كتزيدها هي كتخليها انها كتطلع كتفشفش لينا يعني كتطلع كتكون كبيره ما شاء الله كتكون عائليه.
وصراحة بحال هاد الكيك يعني كيصلحوا لينا بحال هكا لهاد الايامات ديال الربيع في الخرجات، كنبغيو نخرجوا مع العائلة ديالنا، كيبغيو وليداتنا يعني يخرجوا مع الاصدقاء ديالهم. ما شاء الله واحد الكيك اللي كبير بزاف الناس، يعني غادي ينفعنا وغادي يحمر لينا الوجه ديالنا مع العائلة. وهذا مكان البنات ضروري خاصنا نشاركوا مع بعضياتنا شي كيكات هاد الايامات اللي كيكونوا زوينين وكيكونوا ديال الخرجات اللي كيكونوا عائليين. وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى انني كنت وفقت انني كنعطيكم اسرار ديال كيك المحلبات او كيك ديال زمان، باش هكا البنات اللي ما عندهمش يعني او طراب ما يقولوش لا ما غتنجحش لينا كيكه، لا بالعكس غتنجح لكم. غادي تشوفي الكيكه ما شاء الله قد جاتني غير بالمعلقه او كيف ما كنقولوا حنا المغرف او كل واش كيقولها البنات غير بها بوحدها. غادي نحاول انني نحرك مزيان باش ما نخليش دوك الكويرات ديال الدقيق، خاصني نحرك مزيان حتى يولي عندي واحد الخليط اللي يكون ما تسقيلش بزاف وما خفيف بزاف، يعني غيكون ميه. واكيد غنكون دهنت المول بالزبده ورشيته بدقيق، دائما كندهنو قبل كيف ما قلت لكم البنات دائما كندخلو قبل. من الاحسن هاد النصيحه غنعاود نقولها وغادي نبقى نقول لكم دائما في الكيك، حاولوا انكم تدهنوا قبل ودخلوه الفريغو اللي عندكم فريغو خاوي، خلوه بين ما كتصاوبوا نشوما الكيك وخرجوه. صراحه هذيك راه واحد معنى كبير، كتخلي لنا واحد الكيك اللي كيجي رائع بزاف وكيجي صراحه زوين. صافي البنات هذا هو القوام اللي بغيت نحصل عليه، انا وريته لكم. انا خديت هذا المول اللي كيكون عائلي اللي كبير، خذوا اي مول الا درتوا المقادير اللي درت انا، حاولوا البنات انكم ديروا مول اللي يكون كبير، درتوا نص المقادير او ضعف المقادير، يعني تقدر تبغوا ديروا نص كاس ديال العنبه، نص كاس من اي حاجه، حاولوا انكم ديروا مول عينكم ميزانكم باش تجيكم ديك الكيكه اللي كتكون كبيره بحال ديال المحلبات. لان دائما ملي كنمشيو لشي محلبه كنلقاو ديك كنشوفوا ديك الكيكه اللي كتكون حمراء وكتكون صراحه كتعجبنا بداك، يعني كتكون كبيره كتعجبنا بديك العلو ديالها، كنكونوا كنبغيو ناخدوها واخا تكون ليها يومين او 3 ايام. يعني حنا كتير الانتباه ديالنا خصوصا الانسان ملي كيكون يعني باغي ياكل كتير الانتباه ديالو بديك الحموره ديالها وبداك ما شاء الله كتكون يعني كبيره، وعلاش لا ما نصوبوهاش في ديورنا ونتمتعوا بها وتا حنا نخبوها يعني في الكونجيلاتور بحال هكا لضيوف الغفله، ماشي عيب البنات. وبحال هكا يعني نشاركوا مع بعضياتنا افكار، لان صراحه هذا الكيك كيستحق التجربه منكم، ما فيش بزاف ديال التعقيدات نهائيا، وخصوصا انني فكرتكم ويعني قلت لكم بان ما كايناش شي حاجه مستحيله، ماشي ضروري خاصنا طراب باش اننا غنصاوبوا كيك، ماشي كلشي الناس عندهم طراب، علاش لا ما نصاوبوش غير بهاد العود. وكاينين العيالات اللي ما شاء الله عليهم البنات اللي كيخدموا الكيك بيديهم، يعني كيضربوا البيض كيطربوه وكيطربوا السكر بيديهم، كيطربوه لدرجه انه كيولي واصل يعني كيوصل بحال انا خدمتي بشبه الطوغ ديال الضو، كيضربوه بيديهم مزيان. هذاك هو الكيك اللي كان صراحه زمان، كان صراحه ايام زمان، كنتمنى من الله انها ترجع لانها كانت ايام زوينه، وخصوصا كان الطفل كانت البراءه كيخرج داك الكيك محمر وكديه الفران ديال الحومه وكتجيبيه كنتي كتفرحي بيه بحال ما عرفت اشنو جايبه، كان كيكون صراحه سخون وكيكون حمر بزاف وكيكون بنين. هذا ما كان البنات، فكرتكم في الايامات، نتمنى انني نكون موفقه انني عطيتكم بعض النصائح. اكيد غادي ندخلوا الفران اللي يكون سخون بزاف وغنقص عليه العافيه اللي تكون مهيله، انا هاد المولى البنات راه دائما كيشقق لي الكيك من الفوق، ولكن ماشي مشكل لانني كنخليها كطيب مزيان، كنحاول انك تخليها كطيب مزيان البنات. هنا غتشوفوا بانها حمرات ليا نيت مزيان، تحمرات مع راساتها، واكيد خاصكم تقابلوها لان دوك جوج معالق ديال الكونفيتور راه كيزيدوا البنات كيخليوها كتهشش بزاف وكيزيدوا كيخلوها كتحمر دغيا. حاولوا اننا نقصوا عليها الفران كل ما قدرنا، نقصوا عليها الفران ونحاولوا نديروا حتى شي لطه من التحت من الاحسن. هذا ما كان البنات بالنسبه للتزيين، كيبقى لكم التزيين اختياري، انا حاولت انني نزينها بواحد شويه ديال المربى ديال المشماش، كيبقى لكم البنات نتوما التزيين ما بغيتوش تزينوها يعني تحتفظوا بها بحال هكا كتجبدوها، نتوما البنات كيبقى لكم الاختيار يعني لعبوا على التزيين نتوما اللي بغيتو. انا درت واحد شويه ديال المربى ديال المشماش وغندير داك الكوك اللي كنت حضرته معكم قبل، كوك كراميليزي. البنات اللي ما شافوش غنخلي لكم ان شاء الله الرابط ديالو في صندوق الوصف باش هكا تعرفوا عليه. وهذا ما كان البنات صراحة يعني مقادير ديالها بسيطة جدا ولكن النتيجة صراحة رائعة، أكيد غادي نقطع معكم شي وحيدة باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها. صراحة البنات ديال تحمر الوجه يعني كبيرة وزوينة، حتى إلا جاو عندنا يعني العائلة ديالنا غادي نكونوا حاطين واحد الكيك لي ما شاء الله لغيشرت لينا منه إن شاء الله بإذن الله.
وهذا مكان البنات اكيد غادي نزينها وغادي نساليها وغادي نقطعها معاكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش وجدات وكيفاش جات من الداخل. صراحه جات فستيه وجات هشيشه بزاف واحد الدرجه وجات اكيد معلكه. عطيتكم صراحه الاسرار ديالها خصوصا البنات. كنعاود نقولها لكن عندكم اللبن استعملوا من الاحسن وما تخافوش، لكن الناس عندهم حساسيه من اللبن ماشي مشكل، استعملوا يعني استعملوا الحليب عادي ماشي مشكل. هذا هي البنات شوفوا قداش ما شاء الله وفتيه راها كتفرتت، يعني كتفرتت بحال يعني طايبه يومين هذه كتفرتت البنات صراحه، يعني كتجي معلكه وكتجي زوينه. وهذو هما المقادير ديالها، مقادير مضبوطه جدا. غادي نوريكم البنات الشكل ديالها كيفاش كي يعني كيفاش كتدير، كتفرتت صراحه معزوله بحال تقولوا مصوبينها بالسميده. هانتوما البنات صراحه غزاله غزاله ما عندي ما نقول، مفشفشه رطبه ما معجناش نهائيا. غادي نوريكم كيفاش كتكون من الوسط، صراحه كتكون من الوسط كتفرتت كتفرتت الحبه على اختها تقول لهم مصوبينها بالسميده. ايوا هذا مكان البنات، شاركت معكم الكيك العائلي ديال ايام الربيع وايام العاديه على شله بحال كنحمروا به وجهنا، كيجي صراحه زوين مفشفش واحمر ما شاء الله، كيكون صراحه احمر بزاف يعني من جميع الجوانب ديالو، كيجي صراحه زوين كيثير الانتباه بحال الكيك ديال المحلابات. عارفين كيف ما قلت لكم ان الكيك ديال المحلابات كيثير الانتباه ديال اي واحد، علاش لا ما نصابوش في ديورنا ونعرفوا شنو درنا فيه. وهذا ما كان البنات، كنتمنى من هذا يعني من هذا الكيك او هذا الفيديو اللي درت لكم اليوم انه يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم كما العاده. وكنتمنى ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم وبالتعليقات ديالكم اللي كيحفزونا، وما تنسوناش بلي بارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده على الجميع ان شاء الله. اكيد غنقطع معكم واحده اخرى باش تشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالها، صراحه كتجي رائعه جدا ما عندي ما نقول، كتجي ما شاء الله كبيره يعني واحد الطرف اللي كده واحد الطرف ما غاديش يعاوده ان شاء الله. هذا ما كان البنات، كنقول لكم خليتكم على خير وغادي نقول لكم خليتكم على خير، والى اللقاء مع فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه وتحياتي لكم وشكرا على تعاليقكم وشكرا على كلامكم اللي كتخليوه في حقي، الله يخطيكم ليا.